أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري يوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين للتشاور بشأن التصعيد الجاري في المنطقة وسبل احتوائه. وذكر السفير أيضا أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن عبد العاطي أحاط نظيره الأمريكي بالاتصالات التي قام بها مع وزراء خارجية لعدد من دول الإقليم بمن فيهم وزير خارجية إيران ولبنان، فضلا عن اتصالاته مع وزراء خارجية لعدد من الدول الأوروبية بهدف احتواء التصعيد الجاري في المنطقة، وعلى خلفية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وما خلفته من حالة احتقان وردود أفعال قد تؤدي إلى خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة وتهدد بتوسيع رقعة الصراع بشكل غير مسبوق. كما أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس وتجنب المنطقة لمخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها، وطالب نظيره الأمريكي بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.